تركوني لوين أخذيني؟ مولاي تعال إلي. مولاي كمشغول حضرة الباشا واخدوه على السجن مثل ما أمرت. فيك تمشي. أمرك. افتح الباب. جنان ناديلي للست كوثر وخليها تيجي تلاقيني قدام المغاسل. ليش خير؟ شو بدك فيها؟ في موضوع كتير ضروري ولازم وصله للسلطانة ناهي الدوران. شو هو؟ خلص برجع بقلك بعدين. ويقام تعالي لهون يا خبيثة. خديجة مبسوطة كتير لأنه شفت وشك عم يضحك. شكرا سلطانة. ما زوجي رجع اليوم. نشكر الله على سلامته للباشا. كيف صحته هلأ؟ إن شاء الله منيحة. إيه كتير منيح. الله يطول بعمره ويخلي فوق راسك للباشا. إن شاء الله هي آخر مرة بتبعدوا فيها عن بعض. آمين. مولاتي السلطانة، مولاي السلطان سليمان بده يشوفك هلا. شو عم تلعبي علينا من ورا ظهرنا يا فاطمة؟ والله أنا ما سويت شي، اتركوني بحالي. أنت بتعرفي شو سويتي؟ لا والله ما بعرف. حاجتك كذب، لا تحلفي. احكي بسرعة قبل ما اقطعه للسانك. احكي شو سمعتي. يلا نشوف. والله ما سمعت شي، صدقني عم قلك الحقيقة. شوفي هي هي فرصتك الأخيرة لتقولي شو هو الموضوع. يلا قولي لشوف شو هو الموضوع. كوثر خانو، فاطمة قالت لي إنه بدها تشوفك. ليش بدها يعني؟ والله ما حكت لي، بس قالت لي إنه الموضوع مهم كتير. قال لازم يوصل هالشي للسلطانة ناهي الدوران وبأسرع وقت. روحي قدامي لنشوف شو فيه. إيه شو وين الخانو؟ ليك هي هي. شو في يا فاطمة؟ شو بدك مني؟ قولي شو الموضوع؟ خلصيني بسرعة ماني فاضية لك. وقام رح يجيب جوار جديدة يا ست كوثر، وحبيت خبرك من هلأ. وليش عم تحكيلي؟ ايه يا خانم قلت لازم تعرفي بالموضوع. أنا أصلا ماني محظوظة إلا بالجواري القليلين العقل. انقلعي روحي على شغلك.
العمى شو هاد؟ شفت راس التمثال وكان مقطوع. شوفي يا سليمان، قالوا لي حابب تشوفني. إبراهيم باشا رجع يا ست الكل. بعرف هالشي يا سلطان. بصراحة أنا كتير انبسطت كونه تصلحت علاقتكن، وخديجة انبسطت كمان، كانت كتير مبسوطة لأنه شافته اليوم، والباشا بيكون أخذ درس من هالشي. هيك كنت متوقع يا ست الكل. شو اللي بتقصده؟ إبراهيم باشا شرف لهون بس مشان يحضر الخطبة، حتى أنه تجرأ وإجا يحضرها بدون إذني. فقمت أنا مسكته وحطيته بالسجن. وهلأ صار فيني قلك إن شاء الله ألف مبروك. شكراً كتير. سلطانة، مشكور الله أنه شفت هاليوم قبل ما أموت. إن شاء الله ألف مبروك يا أمي. مصطفى، ولي عهد الدولة العثمانية، مبروك يا روحي. شكراً عمتي. أنا بشكرك كتير على اللي عملته مشاني. بعرف إنه إبراهيم باشا رجع بفضل جهودك. أنا مبسوط لهالشي، وبجيته هي عبر عن حبه الكبير لألي. السلطانة الأم مو موجودة، وينها؟ وهلأ شو بدك تعمل؟ شو اللي قررته؟ عم فكر يا ست الكل، وعم اسأل حالي وقول يا ترى أنا بشو غلطت؟ مع إبراهيم ولا معك ولا مع أخواتي أو نسواني؟ حاولت إني أكون عادل معكن وما أظلم حدا. حبيت إنكن تعيشوا سعيدين تحت قبة هالقصر. حاولت إني أقدم لكم كل الاحترام والمحبة وما قصرت معكم بشي. ويمكن هذا هو غلطي، تماديتوا كتير علي. صار كل واحد فيكن يشتغل من راسه ويركض لحاله ورا مصالحه الشخصية الصغيرة، والأسوأ من هيك بوقعها عم بيحاولوا استغلالي واستغلال سلطتي مشان يمشوا مصالحهم. عن جد خسارة. لا مو صحية اللي عم تقوله يا سليمان. هالموضوع أنت اللي تسببت فيه، خاصة بالنسبة لهيام ولإبراهيم كمان. أول وحدة كانت جاريتك وببساطة صارت زوجتك، والتاني كان مسؤول الجناح الملكي، جيت أنت وحطيته الوزير الأعظم. أنت اللي كبرتهم وسمحت لهم يستغلوك. بقدر أخذه بكل سهولة كل شي عطيتهم إياه من قبل يا ست الكل. سلطان، رجعي هلا لعند خديجة، بدي إياكي بهالفترة تهتموا فيها منيح، والأحسن إنها تنام عندك. خير إن شاء الله. شوفي الوضع سيء يا بيك، حطوا لإبراهيم باشا بالسجن. معقول حطوا للباشا بالسجن؟ شو عم تقول؟ والله أنا مقهور كتير من هالموضوع هاد. الله يجيب العواقب سليمة. أنا قلت له 100 مرة لا تجي لهون، بس ما كان يسمع مني. بقى لما عصل أوامر أجبر السلطان إنه يحطه بالسجن.
تأخرت كتير سلطانة، لو طولتي علي شوي كنت لقيتيني رايحة. ما بدي اياكي تروحي، اليوم بدك تنامي عندي. اليوم مو مناسبة. شو نسيتي انه اجا ابراهيم باشا؟ يعني مو معقولة اتركه لحاله يقعد بالقصر. ابراهيم اصلا ما رح يرجع البيت، في امور رح يتناقش فيها مع السلطان تتعلق باعمال الدولة ورح يتأخروا كتير، خليكي هون. ما بقدر. خديجة، هالموضوع تعبك كتير وصار لك من هداك الوقت ما نمتي منيح، فاليوم ارتاحي وبكرة بتشوفي. سلطانة، شايفتك مو مبسوطة، صاير شي مو منيح؟ الخطبة كتير تعبتني ولازمني شوية راحة. خلاص بكفي، فيكن تروحوا، يلا ناهي الدوران. إبراهيم. مولاي السلطان، يا ريت تسامحني. واضح إنك عم تتعذب كتير بالسجن، إجا الوقت لحتى ريحك من كل هالعذاب. حضرتك رح تتركني؟ إذا حابب تروح روح، يلا، بس ما عاد بدي أشوف وشك بهالبلد. إبراهيم، بدي إياك تسامحني. يسامحك يا مولاي. قوم يا باشا، بدنا نروح. لوين بدنا نروح؟ بدكم تعصبوا لي عيوني كمان؟ خلوني موت وعيوني مفتحة. يا باشا هي الأوامر. مو لازم تاكل شيء قبل ما تروحي يا سلطانة؟ مو جوعانة بنوب، هلأ بروح باكل أنا وإبراهيم. خديجة. سلطانة، يسعد صباحك. صباح النور حبيبتي. تسمحولي روح اليوم؟ بظن إنه ساويت مثل ما بدك.
أنا بدي أطلب منك طلب، بدي روح معك. ليش بدك تروحي معي؟ حابة شم شوية هوا نظيف، ضايق خلقي. لا تكوني ما بدك ياني روح معك. ما قصدت هالشي سلطانة. لكن بس تجهزي بنطلع سوا حبيبتي. ألفت؟ شوفي. والله ما بعرف. ملكي حابة إنه تشوفه لإبراهيم باشا؟ أنا كمان حابة أجي معك. عن جد؟ تعالي كلكم تعالوا، لا تخلونا نقعد مع بعض لحالنا. سلطانة، في موضوع مهم بدي أقول لك إياه. سمعت شغلات مبارح ما بتتصدق أبداً. مو بسهولة عرفت هالشي، بس كان الوقت متأخر كتير، فقلت يعني بأجله لليوم الصبح. خلصني احكي وبلا حكي فاضي، قلي شو الموضوع. إبراهيم باشا كان بده يروح مبارح على قصره بعد الخطبة، لكن مولاي السلطان ما خلاه. معقولة؟ وبعدين شو صار؟ وينه هلأ إبراهيم باشا؟ هلأ عم يقولوا يعني جلالة السلطان حطه بالسجن. أخيراً إبراهيم باشا رح ياخد جزاؤه. السلطانة خديجة إلها خبر؟ لا ما بظن بنوب، لأنه مبارح نامت هون والصبح راحت هي والسلطانة الأم على القصر. واضح إنه مو حابة تشوف تنفيذ الحكم. صحيح الحكي. الله يعطيها الصبر. لازم نوقف جنبها، قلن خليهم يجهزوا لي العرباية. أمرك يا سلطانة. إبراهيم، إبراهيم باشا وينه؟ شو لسه ما فاق؟ ما إجا لهون سلطانة. كيف يعني ما إجا؟ طولي بالك يا خديجة، أكيد بيكون ما خلص شغل. خبروا لجلالة السلطان، قولوا له لازم شوفه واحكي معه قبل ما موت. ما بعرف إذا رح يكون مصيري بعد ما موت هو الجنة ولا النار. الله يسامحني، خلاص هذا هو نهاية طريقك يا إبراهيم، وهلأ عم تمشي لنهايتك وعم تواجه قدرك لحالك. وقت اللي كنت شوف وشك يا مولاي كنت تحس أني سلطان الدنيا كلها. كنت بتمنى قبل ما موت اني شوف عيونك بدال هالظلام اللي انا فيه. عم بتعذب كتير. انا ابراهيم البرقلي اللي بيشوف موته كل ما اطلع بعيون جلالة السلطان سليمان. تعيين ابراهيم باشا البرقلي الوزير القائد للجيوش العثمانية ومسؤول عن حماية الدولة العلية. إبراهيم باشا هو الشخص الوحيد الآن الذي يأخذ كل التدابير والأحكام التي تخص الدولة العلية من دون أن يرجع إلي أنا السلطان سليمان. تتذكر لما قلت لي أن منصب قائد الجيش رح يقرب كثير من الموت يا إبراهيم؟ أنا بهذا القرار عم حاول خلصك من هذا الخوف اللي قاعد جواتك. اوعك تفكر للحظة انه روحك رخيصة يا إبراهيم، ولازم تعرف انت تحت حمايتي. بهالقرار عم بحميك حتى من حالي. إبراهيم ابن صياد السمك يلي كل ما بيطلع بعيون سلطانه بيشوف حاله ميت، وبيشوف الناس عم يصلوا عليه وعلى روحه.
فكوا لي هي عن عيوني بقى، بدي موت بشرف مثل الجنود الشرفاء. مولاي، بدك تموت بشرف مثل أي واحد من جنودنا يا إبراهيم؟ خذوا ولا روحي بقى يا مولاي، كل يوم عم موت ألف مرة. معروف عنكم الكرم والعدل، لا تستكتروا هالشي على عبدكم يلي خدمكم وخدم سلالتكم بإخلاص. اليوم رح خلصك من هالوضع، ما بقى تتعذب أكتر مني. كوني صبورة. قلي لي سلطانة شو مخبي؟ ولا شي. لا في شي، من امبارح المسا وانتو مو على بعضكن. ابراهيم وين؟ ليش ما اجا لهون؟ الباشا صار له زمان مسافر، اكيد هلا رح يكون كتير مشغول. سلطانة تعي خلينا نقعد شوي. ما بدي اقعد، بدي اعرف ابراهيم وينه. بعتوا وراه خليه يجي. ابراهيم، سلطانة شوفي هويا، ليش اجيتي؟ وقت عرفت الموضوع حبيت اجي وقف جنبك. موضوع شو؟ يا الله، فكرت انه خبروكي. هيام اسكتي. شو اللي انا ما بعرفه؟ هيام قولي شو عندك. الباشا كان بده يروح بعد خطبة مصطفى على قصر كيكلي، وقت عرف مولاي بهالشي. أمر إنه يحبسوه. لا تفكر إنك تستغل عدالتي وكرمي بعد اللي ساويته يا إبراهيم. هي أول مرة بتسلم الختم بهالسهولة، أنا كيف بدي أوثق فيك أو وقف جنبك؟ أنا سامحتك وقت سلمتني يا أول مرة، كان العشق هو السبب. احترامك لأختي خديجة كبرك بعيوني، بس مو فهمان هالمرة ليش رجعت عدت الموضوع مرة تانية. رحت تخليت بدون تفكير عن كل شيء وبلحظة واحدة. ما بيصير إنه يكون الواحد انفعالي أو حتى يكون مندفع بتصرفاته لهالدرجة يا إبراهيم. هاي التصرفات ما فيها أي نزاهة، ومع الزمن ممكن إنه توصلك للخيانة. وقت شفت التمثال عرفت إنك عم ترضي غرورك، وهالشي ما فيني أتحمله أبداً حتى من حالي. غرور؟ أنتوا بتعرفوا أنه أنا ابن سماك فقير يا مولاي، والعبيد اللي مثلنا ما فيهم يحسوا بالغرور. صدقني أنا ما عم بفهم شو قصة العبد اللي براسك حتى تذكره طول الوقت. قديش هو مأثر فيك؟ لأني كل ما حاول قيمة من بالي فخامتكم ترجعوا بتذكروني فيها. هذا اسمه قلة ثقة بالنفس، وخاصة لواحد مثلك عنده هالميزات.
واضح انك صاير حساس زيادة عن اللزوم. مو انا يا ابراهيم باشا ولا حتى اي حدا تاني عم بيذكرك بهذا الموضوع. انت بهالشي عم تظلم حالك. اخي معقول يقتله؟ بنتي اهدي شوي، لازم تكوني قوية. هو حبسه بس. انتو عم تكذبوا علي. بيكون قطع له راسه. كلكن خبيتوا عني هالشي، كلكن شاركتوا مولاي بجريمته. أصلاً أنتوا أصلاً جبتوني على القصر، هلأ عم تعملوا معي مثل ما عملتوا مع أختي بيان، عم ترسموا لي نفس المصير. أمي معقول تقدروا تحملوا هيك خطيئة كبيرة؟ جاوبيني، ليش ساكتة؟ بنتي انتي اكتر وحدة بتهمني. امي بترجاكي بوس ايدك، تصرفي، لا تخليهم يقتلوا، رجعوا لي ابراهيم. كيف بدي اعيش بلا؟ كيف الاولاد بدهم يربوا بلا اب؟ الله يوفقك، خلصي، لا تخليهم يقتلوا. قول مين هو الشخص اللي حابب تودعه قبل ما تموت مشان يجيبوا لك اياه. ما في حدا حابب ودعه. بكفيني تكونوا اخر حدا بشوفه. هذا معناته حابب تحاكيني شيء قبل ما تموت. من وقت ما وعيت على هالدنيا وانا بحس حاليا مولاي موجود بغابه. واقف ومو عرفان لوين بدي اروح. غابة كتير بتخوف وما لها نهاية. صعب كتير مولاي انك توصف شو فيها حجاج وطرقات طويلة. درخانو، شوفي كمان. من بعد إذنك أنا صار لازم روح من هون. أنا كم مرة بدي فهمك؟ انتي بقى، انتي بيتك هون بالقصر. وإذا بكرة الباشا سأل أنا شو بدي جاوب؟ انتي أكتر وحدة بتعرف تكذب وتألف قصص. دبري لك شي وحدة. أنا مالي فهماني ليش بعدك مصرة. ولك انتي بدك تموتي؟ روحي على شغلك. هذا الحب الرخانه
الإنسان كيف ممكن يسيطر عليه؟ أنت حابة واحد مو من مستواكي. افتحي عيونك منيح. إذا أنت متهورة الباشا شو ذنبه؟ بعدي عنه فوراً. مبسوطة بهالتصرف يا هيام؟ بدك خديجة تروح من إيدينا؟ هاد لأنكن ما قلتوا لي إنكن جايين لهون. أنا لساتني غريبة بنظركن. بدي روح شوفه. أرجوكي روحتك لهنيك ما رح تفيده يا سلطانة. أنا كتير حابة روح شوفه. خلوني شوف وشه لآخر مرة. خلوني ألمسه. وقفي خديجة، اهدي يا بنتي. ما حدا فيكن إلو علاقة فيه. سلطانة طولي بالك. بعدوا عني. سلطانة جهنم تبعك حتكون هون بهالقصر يا إبراهيم، وعذابك الحقيقي هون موجود بهذا الختم. طول حياتك رح يضل هذا الختم معك. هو مكافأة وبنفس الوقت عقوبة لإلك. قوم على رجليك. لازم تتواضع وتساعد كل مظلوم. ما تسكت عن الغلط ابنه. أنا بدي إياك تكون قوي. فكر يا إبراهيم اللي قلته مشان أرجع أوثق فيك. إنه مولاي حطك بالسجن ورح ينفذوا الحكم فيك. سلطانة لا تصدقي كل شي بتسمعي. ليكني أنا قدامك. في سوء تفاهم بسيط بيني وبين السلطان وحليته، وهلأ رجعت على القصر مثل الأول. نشكر الله. بدي روح لعند أخي مصطفى. هو بالخلوة هلأ، ما بيصير تروح لعنده حضرة الأمير. وأنا لكان بدي خلوة مثله. شو عم تحكي يا حضرة الأمير، لسه بكير عليك.
ليش لسه ما خلصتي شغلك هون؟ يلا تحركي، عندك شغل جوا بسرعة. يلا يعني أنا بقصر؟ هس ما بدي اسمع صوتك. لا تكوني نسيانة إنك كسرتي تاج السلطانة هيام. نطفي منيح. حضرة الأمير، لك الله لا يوفقك، هي عملة بتعمليها؟ ما بتتصور شو خفت عليك. معقول تخليت عني بهالسهولة هي؟ بس فهمني كيف انت عليك انك تروح وتتركني. طمني سلطانة، ما رح روح ابدا، ما بقدر. شو بتقصد؟ روحتي من هون والختم كانوا حد فاصل ومهم. يا كنت رح أخسر وتكون روحي التمن، أو رح فوز وجدد الثقة. معقول إبراهيم تخاطر بروحك هيك؟ أنت كيف ممكن تاخد هيك خطوة بدون ما تفكر بحياة عيلتك وسعادتها؟ إذا الواحد ضلوا أسير وعبد مستحيل يكون بحياته سعادة سلطانة، وما في يسعد الناس يلي حواليه. أنا عملت هيك مشانك ومشان أولادي. ما عم بقدر اتحمل ليلة واحدة بدونك. أمير مصطفى، لو تعرف قديش بكيت. ما نمت طول الليل. مزبوط أنا جارية هون، بس ما فيني فكر بالموضوع. كيف بدي أقدر أعيش إذا خسرتكن؟ شو اللي مخليك تحكي هيك؟ حاسديني لأني المفضلة عندكم. كل الناس عيون علينا يا أمير، ومو حابة إنه تزعل مني السلطانة ناهي الدوران، وما بدي أتواجه مع أي بكي خانوم هلأ صارت خطيبتكم. تركينا من هالمواضيع هلأ. ما قلتي ليش تقتيلي؟ أكتر مما بتتصور. بلا ما نزعجه للأمير هلأ. ما رح ينزعج. شو نسيتي انكم مخطوبين؟ من هلأ ورايح لازم تقضوا مع بعضكم أكتر وقت ممكن، تعدوا مع بعض وبتحكوا عن المستقبل. سلطانة، الأمير مصطفى مو فاضي. بشو مشغول الأمير؟ قبل شوي اجت فتون خانوم من الحرم لك. فوت قلو نحن برا. شو رأيك نرجع؟ استني. حضرة الأمير أمرني إلكن تجوا بوقت التاني. تصبحي على خير سلطان. أي بكي، رغبة الأمير مصطفى واضحة، عن إذنكن. مأمون باشا؟ سلطانة؟ أنا مبسوطة إني شفتك هون. في طلب صغير حابة إني أطلبه منك. والله جد؟ طلبي لشوف. حابة أتمشى بالحديقة الخاصة شوي، ممكن ترافقني لهونيك؟ سلطانة، أنا مريم أمي. بكرة أنا وبالي بيك بدنا نطلع على الحديقة الخاصة، طبعاً إذا حضرتك بتسمحينا بهالشي. إذا بالي بيك عنده وقت لهالشي أنا طبعاً موافقة. إيه طبعاً، معقول ما يكون عندي وقت لرافق السلطانة؟ شو عم تساوي هون أنت؟ جاي أتحمم. شو مفكرة بأي وقت فيك تجي تتحممي؟ مين عطاكي إذن؟ كوثر خانم سمحت لي.
والله قويانة يا فاطمة، كل سؤال له جواب. انتي شو عم تعملي؟ حابة ساعدك. خلي عنك، بتحمم لحالي. خلص، المهم انه انتي ما تعصب علي. اصلا انا كان بدي احكي معك، ما في عندي حدا غيرك بيقدر يساعدني. قولي شو هي مشكلتك؟ السلطانة هيام. وانا شو دخلني بالجارية تصطفل منها السلطانة؟ مريم بلها الحكي هاد، مو انت كنتي ورا كل هالشي؟ بدك تروحي تقولي كل شي لأمي، وهديك الجارية لازم ترجع لهون. ما رح احكي محمد. بروح انا بحكي لها. محمد وقف، انت شو رح تساوي؟ يلا تأخر الوقت، يلا صار لازم تناموا. أمي شوفي، في شغلة أنا بدي إلك إياها. تتذكري الجارية اللي كسرت لك هداك التاج؟ الله يوفقك سامحيها، هي ما دخلها. مو ممكن، هي البنت غلطت ولازم إنها تتعاقب. وبلكي كانت مظلومة. أمي هالشي مو غلطة. كيف؟ مين ساوى هالشي؟ اللي كسره محمد. محمد كسره. محمد؟ الله يوفقك، لا تقولي لأنه قلتلك. محمد خاف واتكسره، وبس شفته هيك رحت اتهمت الجارية لأحمي. والله ساوت هيك بس مشان ما تعاقبه. مو مشكلة، لا تبكي، أنا ما بزعل منك. برافو عليكي، احمي إخواتك على طول. السلطانة فكرتني عدوتها. ليش انتي مين حتى السلطانة تعاديكي؟ تقضي عليكي امتى ما بدها. لا تقولي هيك، أنا جاهلة هون لتساعديني وما عندي حل بنوب. يعني أنا بقصد يا ريت لو انت بتحكي معها بلكي بتسامحني. الموضوع مو سهل بنوب، انا برايي تستمتعي بكل نفس عم تاخديه من هون ورايح. الواضح انه السلطانه هيام حابه تشوفك خايفه وعم تتعذبي، وانا لو كنت محلك بحاول انه ما اشوفها، ابعد عن طريقها. او بتعرفي يا بنت شو تساوي؟ هربي. قولي لك كوثر تلاقي لك عريس فورا، تزوجي وروحي بأقرب وقت من هول. ها شرفت قليلة. شبكم فاطمة خانم ما عم تقدر تنام بالليل، مرعوبة من يلي سوته مع السلطانة هيام. كوثر خانم ساعديها لاقي لها عريس. الحق معك، بلكي أنا بكرة بحكي مع نصوح أفندي. تعرفي الزلمة ما توفق بزواجته الأولى، حتى ولد ما جبتي. لازم تخافي في ريال، طول عمرك رح تضلي هيك لحالك. لا تاكلي همي، على الأقل أنا جربت وما رح ضلني طول الوقت عم فكر بالزواج مثلك. أسماء مري سلطانة، روحي دوري على يلي كسرت تاجي هداك اليوم. قصدك نزلي خانم؟ أي مزبوط، وقولي لها سامحتها، فيها ترجع على وظيفتها.
تحت أمرك سلطانة. فاطمة أصحك تفكري إنه شغلي خلص معك. إذا كنت تاركتك هون فمشان شغلة واحدة بس، الموت. بدك تعيشي كل يوم وأنتي متوقعة بكل لحظة تموتي. سلطانة هيام، روحي من وشي. إذا فيكي عقل لا تورجيني وشك وإلا بتندمي. بدي روح معك على الكيرم، أنا مشتاقة لأخواتي، حابة أشوفهم، صار لي وقت طويل هون. أنت مكانك هون يا بنتي. خليني روح قبل العرس على الأقل، بروح مشان ودعهم وبرجع. بالأول لازم نطلب إذن مولاي. شكرا. أنا كتير مبسوطة إنكم مجتمعين كلكم سوا. أختي الغالية، أنا صار لازم أرجع على بلدي. دير بالك على حالك وطمني على طول، إن شاء الله رح نجوزهم قريبا، وقتها أكيد رح نشوف بعضنا. كوثر خانم، شو جابك لهون فاطمة؟ في موضوع مهم كتير بدي خبره للسلطانة. قربي لعندي، تعالوا خدوا هدول. قولي شو هو الموضوع اللي ما فيك تأجلي؟ إذا عرفوا أني حكيت لكم رح يقتلوني فورا. بتمنى أنكم تحموني يا خانم. قولي ولا يهمك، شو اللي صاير؟ بخصوص فوتون. يا أمير، الوقت معك بيمر كتير بسرعة، رح أشتاق لك. أنا مضطر إني روح، لازم ودع جيراي خان. فهمت أميري. قليلي شو بدك؟ أنا ما طلعت لبرا من لما أجيت، ممكن أطلع اليوم معك؟ حابة أمشي أنا وياك بالحديقة سوا. أنتي بس تطلبي، بس خلص شغلي بطلع أنا وياك على الحديقة الخاصة. على مهلك علي، على مهلك. سلطانة. حضرة إبراهيم باشا، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أنا منيح، وإنتي سلطانة؟ اليوم مو مبسوطة. منيح يلي رجعت، سليمان قال عفا عنك. مولاي السلطان سليمان غمرني بلطفه معي. شو في بيناتكن يا ترى؟ أنا مو فهمانة شو يلي عم يخليه يتمسك فيك لهالدرجة، شو الموضوع بالضبط؟ الموضوع عند مولاي، روحي اسألي له. ما فيك تجاوبني؟ أنا بتوقع مثل ما عم يقدر يتخلى عنك سلطانة، مو قادر يتخلى عني ابنه. ليش قررت تسافري على الكيرم؟ والله حابة أشوف أهلي، اشتقت لهم كتير. رح يجوا أهلك على العرس حبيبتي. ايه بس من الأصول إنه أجي على العرس بفستان وطرحة من بيت أهلي. معك حق سلطانة.
شوفي ولا شيء، بس أنا قلقت عليكم. سلطانة من بعد إذنك ممكن أمي يروح هلا؟ إيه طبعا. شوفي كوثر، ليش متوترة كل هالقد؟ سلطانة وصلني خبر مو منيح، والله ما عرفاني كيف خبرك. كوثر قولي. فتون لساتها جارية عند السلطانة هيام ومبعوتة لهون مشان تنقل كل أخبارنا. انتي واثقة من الكلام اللي عم تقولي؟ حضرة الأمير، بشرفني تصير صهري، وإن شاء الله هالخطبة تكون مباركة والله يتممها على خير. آمين. من هون ورايح لا تاكل هم، قايبك هلأ صارت من حريمي. مولاي بيشوف من المناسب إنه نعمل العرس بالصيف، إذا في إلنا نصيب رح نشوفك قريبا، وبتمنى لكم السعادة. وصل تحياتي لعائلة حضرتك المحترمة. مولاي جراي خان، الله يعطيك الصحة والقوة. تعال معي يا باشا، بدي أعرف شو صار بهالفترة اللي غبت فيها. سلطانة، مفكرة قدرانة تضحك علينا يا نورة؟ انت كيف قدرتي تخوني الامير اللي اختارك من بين كل الجواري فضلك عليهم؟ سلطانة بس انا عرفت شو عم تعملي. هيام بعتتك لحتى تتجسسي على مصطفى ومشان تنقلي لك اخباره. لا هالشي ماله صحيح بوب سلطانة. عم تكذبي كمان؟ هلا بدي اعرف لشو بعتتك. صدقيني انا بريئة يا سلطانة، والله ما لي اي علاقة بالسلطانة هيام. امشي قدام. كثير عم ازعل وقت يلي عم شوفك هيك. يمكن هاد هو نصيبي. عيبك خليكي قوية، إذا أنت ضعفتي أنا كيف فيني ساعدك؟ سلطانة سكري على الموضوع خلص. أنا هلأ بنت مخطوبة. أمي مريم بنتي، شو هالجمال كله؟ عندي مشوار. لوين؟ على الحديقة الخاصة. مو انتي مبارح حطيتيني الإذن؟ عيبكي انتي كمان روحي معها على الحديقة. يلا قومي بتغيري جو. ماشي سلطان، إذا مو جاي عبالك خليكي. يعني أنا شايفتك اليوم مو رايقة. لا أنا منيحة، رح أجي. يلا أمشي. سلطانة تركيني، أقسم بالله أنا مالي علاقة بنوب. هلأ منشوف. أقسم بالله ولا كلمة. أقسم بالله ما دخلني سلطانة. هاشي حفي أمشي. لك شو بهاي شو عاملة؟ ما بعرف شو عاملة. شكلها مضايقته للأمير بشي. شكرا يا سلطانة، يعني سامحتيني؟ سامحتك سامحتك. يلا شوفي شغلك. هالخاينة بتكون جاريتك مو هيك؟ اسمعي يا هيام، إذا عرفت إنها شافت ابني مرة تانية أقسم بالله إني رح أقتلك وخلص عليك، عم تفهمي؟ وقعتي فرمان موتك بإيدك يا فاطمة. قلت لك تصوني لسانك وتسكتي، رح تشوفي تمن خيانتك. وئام، شو بدك منا؟ ماشي، وانتي شو دخلك فيني؟ اترك الجارية بحالة، إذا مست شعرها منا أنت المسؤول عن هالشي. مين قال لك أنا بدي ضرها؟ شفتها تاركة شغلة وقاعدة لهيك عم نبهها. طيب شكراً كتير.
رايح شوف الأكل. عن إذنكم. شو هالحكي اللي عم تحكينا هالدوران؟ الحكي اللي عم قوله كتير واضح ومفهوم. حضرتك بعتي هاي الجارية مشان تتجسس على الأمير، فهميني شو بدك من ابني؟ لا تكوني ناوية تقتلي. لا هيك انت اكيد جنيتي. هاي الجارية اللي انت جايبتيها انا طردتها من شهور. كلامك هاد كله كذب. لو شو ما حكيتي ما رح صدقك، انا بعرفك كتير منيح. هلا انت مو من فترة بعتيها لهالجارية على قصر السرايا القديم؟ كنتي خليها، لشو رجعتيها لهون كرمال تتهميني زور؟ لا تعذبي حالك بهالكلام الفاضي، مو علي هالحركات. بعرف انت لوين ناويه توصلي يا هيام. انت لو بيطلع بايدك كنتي موتيه وخلصتي منه للامير من زمان. بس انا رح امنعك تحققي لي هالحلم، ويكون بعلمك مصطفى خط احمر، والا بشيل قلبك بايدي هدول. بالي بيك هون، خلينا نغير المكان، شكله مشغول. مو مشغول اصلا، هو عم بيستناني، بده ياخذني مشوار. مشان هيك السلطانه بعتتني معك. ما فهمت عليكي ولا شيء. بالي بيك، سلطانة هاي بك يا خانو. هذا الفرس لإلك؟ ايه يا سلطانة. أصلاً هيك فرس حلوة، بيلبق يكون صاحبة فارس قوي وحلو مثل حضرتك. حرس، امرني. فتون خانم وينها؟ السلطانة ناهد دوران اجت من شوي واخدتها. السبب؟ ما بعرف يا سعادة الأمير. حاجتك بكي. كم مرة نبهتك وحذرتك وقلت لك ما تخليهم يحسوا بشي؟ والله ما عملت شي يا سلطانة. هي فجأة دخلت على الغرفة ومسكتني من إيدي وجرتني لعندك. إيه؟ لكن شلون عرفت بالموضوع؟ احكي. سلطانة وئام، ناهد دوران كشفتها لنورة. اللي شلون عرفوا بهالشي؟ السلطانة فاطمة سمعت حديثنا أنا وفتون مبارح بالليل. للأسف شفتها هلأ، نبهتها وساويت اللازم، لكن خلص لا تكمل يا غبي. أنت بتصرفك هاد يا وئام دمرت كل شي اشتغلناه. خذها لهيك ولا تخليها حواليك بالمرة، وإذا حدا سألك فهمون انه انا ما لي علاقة بنوب. رح اشرب من دمكم اذا لسه بتغلطوا. سلطانة شو صاير؟ مصطفى، عرفت انك طلعتي فتون من غرفتي غصبا عنا. اسمع شو رح اقول. فتون كانت عم تتجسس وتنقل أخبارك، لساتها جارية عند هيام، وهي بعتتها لحتى تتقرب منك. بس الحمد لله كشفناها وعرفناها على حقيقتها. وشلون عرفتي؟
الجارية الفاطمة شافتها واقفة مع وئام وسمعتهم شو عم يحكوا. وتأكدتي سلطانة؟ حكت لك شي فتون؟ يعني اعترفت لك؟ هي ما اعترفت لي، أكيد رح تنكر. وين مصطفى؟ ما كنت بعرف إنك هون، ولو كان عندي خبر ما كنت إجيت. لا أيبك، ما بدك لهالقد، رح نلتقي كتير. نحن لازم نتعود على هالشي. من هون لحتى تروحي على السنجة. واضح إنه اللي صار ما أثر فيك. مو مزبوط اللي عم تقولي. وين راحوا هدول يا الله؟ معقول يكون حبنا غلطة؟ هالحكي هاد هلأ شو فايدته؟ لا تنسي إنك صرتي بنت مخطوبة. ممكن نرجع؟ تركنا السلطانة مريم لحالها. أمير مصطفى، تعال عندي. مظبوط اللي سمعته؟ كذب، افتراء. ليش لحتى يتهموكي؟ جاوبيني. والله ما عم بكذب. حضرتك بتعرف إنه ما حدا من البنات بيحبني. إذا ما حبوني أنا شو ذنبي؟ عم يفتروا علي مثل ما حاولوا يساووا من قبل. يعني هلأ لو لحضرتك ما كنت رجعت لهم، أقسم لك بالله أنه أنا ما إلي أي ذنب بنوب. يمكن ذنبي الوحيد أني بحبك. أنت بتعرف أنك مثل روحي اللي ما فيني أعيش بلاها. أنت شو لساتك عم تعملي هون؟ ما قلت لك لا تقربي عليه؟ سلطانة، تعالي معي. فيني افهم شو اللي عم بصير مصطفى؟ لا تكون صدقتها للخاينة، هي عم تخدعك، هالشي يعني مو واضح؟ فتون بنت نظيفة ومنيحة، البنت شفافة وبسيطة كتير، يعني مستحيل هالحكي يكون مزبوط. يلي إجا وقلك إنه فتون العلاقة مع السلطانة هيام بيكون عم يكذب. لا صدقني عمري، أنت مو شايف إنه عم يضحكوا عليك؟ اسمع مني، هالجارية وجودها خطر عليك يا ابني، حاول إنه تبعدها. سلطان أنا مصدق إنه هي بريئة، بس إذا بتثبتي لي عكس هالشي أنا بتعامل معها. هالخاينة لازم تروح من هون فورا. لا ما رح تروح أمي. رح
رح يكون حسابك معي كتير قاسي إذا بصر له شيء أو بنضر. خلص لا تبكي. بدي اياك تسامحني لاني خليتك تواجه السلطانة كرمالي. ما حابة يصير زعل بينك وبين السلطانة. شو هاي؟ القرار تبع مخصصات لتكية اللي حكينا عنها يا باشا. وكيف بتخصصوا لهم هيك مبلغ كبير؟ يعني أنا مستحيل وافق على هالشي. هن اللي طلبوا هالمبلغ وأنا شفته معقول، بس أنا شايفه مو معقول أبداً، ومو من العدل بنوب اني وافق على هالطلب. هذا بيسموه سرقة وتزوير وظلم لباقي تكيات. شو رح يقولوا عنا؟ ما بظن انه حدا رح يحكي شي بنوب، لانه الكل بيعرف انه هتكية احسن تكية موجودة وبحبوها كتير. انا ما دخلني بهالشي، بدكن تحققوا المساواة مع الجميع. طلبون مرفوض، تعطوهم مخصصاتهم مثل السنة الماضية. بس يا باشا كيف بدنا نلغيه بعد ما صدر القرار؟ انت كونك وزير الدولة وقعت على هالطلب، بس انا بلغيه كوني الصدر الاعظم للدولة. بس يا باشا اذا لغينا القرار رح تصير مشكلة وبيجوز تكبر. مزبوط، لهيك لازم تفكر منيح بالعواقب يا اياس باشا. حكيت لك مع إياس باشا يا سالم أفندي، وخليته يوافق إنه يرفع مخصصات التكية تبعكم ضعفين عن باقي التكيات، وخلال كم يوم بتاخدوه. ممنونك كتير، ونحن جاهزين لحتى ننفذ أوامرك، وبالوقت المناسب رح أطلب حضرتكم. هالشي بيشرفنا، وبرجع بشكر حضرتكم. الله يرضى عليك. بس رجع إبراهيم باشا أمرنا نلغي المخصصات اللي وافق عليها الديوان. شو رح نقلن هلأ؟ أنا كتير خايف من ردة فعله مولاي السلطان. هذا غلطك يا باشا، إبراهيم باشا تصرف صح. أنت عم تقول إنك خايف من ردة فعل تكية واحدة، طيب وباقي تكيات؟ يعني إذا بتفضل واحدة عن التانية وبتعطيها أكثر، وقتها كمان رح يكون في مشكلة مولاي. خلصنا بقى يا باشا، أنا أصلاً تفاجأت من هذا التصرف مع أنه عندك خبرة كبيرة. سامحني، بس مثل ما بتعرف هتكية كتير منيحة، فقلت من المفيد أنه ندعمها شوي. لا ما بيصير هيك، نحن لازم نعامل كل تكيات نفس المعاملة. روح نفذ أوامر إبراهيم باشا حرفياً. إياس باشا، ما بدي أشوف هيك خطأ مرة تانية، عم تفهم؟ هلأ فيك تمشي. أمرك جلالة السلطان. خير إن شاء الله. لتكون حكيت مع مولاي السلطان مشان القرار، يعني اشتكيت علي؟ أعوذ بالله، ما اشتكيت، بس أنا حاولت إنه أشرح له المشكلة. طيب وشو كانت أوامر جلالة السلطان؟ طلب مني نفذ اللي قلته حضرتك حرفياً. إياس باشا فيك تقلي مين جابك على المقام؟ حضرتك يا باشا. لكن انتبه على حالك منيح، لأني بقدر أعفيك مثل ما جبتك على هالمقام.
باشا أنا مين أنت لحتى تناقش هيك موضوع مع جلالة السلطان وأنا كنت قبل أقول لك شو هو قراري؟ انقلع من وشي قبل ما ارتكب بحقك شي غلطة وتخليني اندم. اوه ما شاء الله ما شاء الله، بيتك كتير حلو يا معلمة فريال. هلأ فهمت ليش ما بتحبي تبقي بالحرم لك. بس المشكلة إنه درة خانهم ما بدها يعني ابقى هون لحالي. والله المرة معها حق، ما بيصير تبقي لوحدك. أنت هلأ صرتي مطلقة والناس ما بترحم حدا، رح يحكوا عليك ومو ناقصك وجع راس ولا ناقصك هم. يلا الله يرضى عليك، ضبي لي غراضك وخلينا نرجع. آغا لو بتسمح لي أنا حابة أبقى هون الليلة. كيف؟ يعني أنا وياكي؟ مو هيك قصدي. لا أنت رجع، ما بيصير تبقى هون يعني مشان كلام الناس. أنت لازم ترجعي معي. معقول ترفض لي هالطلاق؟ الله يخليك لك. ما بيصير، شو رح أقول للست درة؟ بكرة الصبح رح أكون هنيك، الست درة ما رح تعرف. مستحيل. مشان الله. طيب في قدامك طريق كتير طويل، هو صحيح بدك تتعذبي بهذا الطريق بس بالآخر رح تصلي. وشايفتلك قدامك في هيك طاقة فرج كبيرة. هلأ أجت وفنجانك كتير حلو. نورا خانم، نحنا لسه حسابنا ما خلص، ديري بالك. والله أنتو كتير عم تظلموني، صدقيني أنا ما سويت أي شي غلط. يخرب بيتك، لك حاجة تقولي ما سويت شي؟ شو اللي عم يصير؟ نورا خانم ما بتسمع الكلمة. ايه وانتي شو شغلتك هون؟ مو شغلتك انك تهتمي بالسلطان الأم؟ يلا ما بيحق لك تأمريني. الله يصبرني. انتي جاي على بالك تتبهدلي؟ وين فريال؟ طلعت هي وقام اغا. لوين راحوا؟ راحوا على بيت المعلمة فريال، قال لازم كم غرض. فاطمة قولي لي الحقيقة، كيف عرفتي إنه نورة عم تشتغل لصالح ويام؟ سمعتهم عم يحكوا مع بعض هي ويام يا سلطانة، وقت عرفت إنها هي معهم. إذا الشي اللي عم تقوليه مانو صحيح بتعرفي شو رح يصير فيكي؟ رح خلص عليكي. والله أنا حكيت الشي اللي سمعته. سلطانة، كوثر، نورة وين هلأ؟ مع الجواري يا سلطانة، أنت اطمني الليلة ما رح تروح لعند الأمير. بدي على طول يا كوثر يضلوا عيونك عم يراقبوها، ما رح نسمح لها تستفرد بالأمير بعد هلأ نهائيا. فهمت يا سلطانة. شو مشتقتي لي يا روحي؟ اشتقت لك وبس. لما ما بكون معك بحس حالي بدي موت. درة خانم ما بدي يعني أطلع من الحرم لك. ليش بقى؟ هي عم تقول إني مرة مطلقة وما بيصير أبقى لوحدي، واليوم أنا بحجة إنه لازمني غراض إجيت لشوفك. فريال حبيبتي، أنتي مرة ذكية وما بينخاف عليك. اوف والله انا تعبت كتير اليوم، انه نحن كمان ما بيحقنا نرتاح.
الواضح انه بلشت تختير. سكره لتمك سمبول، انا لساتني باول عمري وشبابي وواحد مثلك بختير. حبيبي روح قول هالحكي لواحد ما بيعرفك. سكر تمك، انا ماني مضطر اكذب عليك، لساتني بعز شبابي، ولا حابب احطك بالطنجرة؟ سكوت سكوت جلعود خلاص نقلع. وقام بوس ايدكم، وقفوا شوي، والله صرعتوني. وهذا شو قصته كمان؟ كل شوي راسي عم بيجعني، راسي عم بيجعني، صاير حساس مثل المرأة الحامل. ايه وما بعرف ليش مربي له بوشه هالشوارب. ليش هيك انت صاير؟ والله عيب عليك. وقام؟ نعم درا خانم. كيف انت وفريال بتطلعوا بدون اذني؟ فريال قالت لي انها اخذت الاذن منك. وانت صدقت؟ بالعاده هي ما بتكذب علي. طيب خلص وينها هلا؟ ما اجت، حبت تبقى الليله ببيتها، قمت تركتها على راحتها. هي غلطة كبيرة. ليش بقى أنا شو ذنبي؟ أصلاً أنت سبب كل هالمصايب بالقصر. رح تسكت ولك سمبول ولا أعملك لازم؟ واحد تشتوش خلاص، واحد طرطور وقف. لك هاي نعمة ما بيجوز. سلطانة تعالي ألفت قعدي معي شوي. إبراهيم باشا لسه ما إجا على القصر؟ لا لسه ما إجا، وما بعرف لوين عم يروح، وما بعرف شو اللي عم يصير معه. بكيري يا سلطانة، لا تقلقي، أكيد بعد شوي رح يجي. مو قصدي اليوم بس، إبراهيم كتير متغير يا ألفت، مو هو الشخص اللي كنت بعرفه. ما فهمت انتي شو قصدك تقولي؟ قصدي متغير بتعامله، والموضوع صار له فترة يا ألفت، كتير عم حس بهالشي، بس ما بعرف شو في وضعه، مخوفني. زوجي ما عم يلمسني أبداً، عم يتصرف معي وكأني مو موجودة، وعم يعاملني مثل ما بيعامل وحدة غريبة عليه. إبراهيم ولا مرة عاملني بهالطريقة. أنا برأيي يا سلطانة إنه الحادثة الأخيرة اللي صارت مع الباشا هي السبب. الحادثة ما دخل ألفت، عيونه اللي ما عم تشوفني. ألفت فهماني علي، عم حس إنه بعيونه في حدا تاني. أنت شو اللي عم تقولي؟ ما بعرف كيف بدي أوصل لك إياها. أنا خايفة إنه يكون حابب حدا غيري. معقول هالحكي هاد؟ إيه كل الناس بيعرفوا بقصة حب إبراهيم باشا للسلطانة خديجة، وأنا بالذات بعرف قديش تعذب مشانك. والله بعرف. إيه؟ ومشان هيك أنا متوترة، شو رح يصير فيني لو هو بطل يحبني؟ هاي الفكرة كتير عم تعذبني يا ألفت. مستحيل الباشا يتخلى عنك، لا تخافي وطمني بالك يا سلطانة، إبراهيم باشا كتير بيحبك. إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله أكون غلطانة بإحساسي. ست فريال؟ نعم درا خانم. فيكي تفهميني أنتي شو عم تساوي؟ لك لوين بدك توصلي بتصرفاتك؟ بوس ايدك وطي صوتك. بدك وطي صوتي؟ لك انا عقلي وحاجه ولدني. انا ما بقدر، اصلا الموضوع طلع من ايدي، انا بحبه. لكن انا رح حلها، احسن حل هو دور لك على شي عريس وجوزك يا باقرب فرصه.
أنا شايف إنه موضوع دكية ما رح يمرق على خير، مشان هيك بدي هالموضوع تتعامل معه يا إبراهيم بحذر كتير. أمرك يا مولاي. إياس باشا شخص منيح، بس جماعة دكية عم يضغطوا عليه. الظاهر إنه استغلوا فترة غيابي ومشان هيك قدروا يضغطوا على إياس باشا. خلينا نطلع نتمشى بالحديقة شوي. أمرك. وأنا حضرت لجلالتك هدية، تفضل. الأخبار ما بتطمن. إبراهيم باشا رجع، وأول شغلة عمله هو إنه ألغى كل قرارات الديوان. لا تخاف، لأنه الشيء اللي سواه مو لصالحه أبداً. إبراهيم بهي الطريقة حط حاله بموقف حرج، ونحن لازم نستغل هذا الشيء ونفضحه. يعني شو رح يصير؟ جماعة الدكية ما رح يسكتوا على هالشي، بدهم يوقفوا بوش قرارات الباشا. بس طول ما إبراهيم باشا موجود بالديوان ما رح نستفاد شي. رح نلاقي حل لهالكافر، ومستحيل نخليه بالديوان. نحن ما رح نقبل بالمرة انه واحد مثله يستلم الديوان، وان شاء الله يا إياس باشا انت رح تستلم مكانه. أمي، قراية القرآن ما بتتصوري قديش ريحتني. على طول بدي إياكي مرتاحة هيك. ناهد دوران، لازم من هلأ تبلشي تحضري للعرس. هالموضوع ما بدنا إياه يطول كتير. وأنا هيك عم قول يا سلطانة. أي بكفيني أسألك سؤال؟ إمتى رح تتزوجي أخي مصطفى؟ لسه مو معروف. أنت وبالي بي شو كنتوا عم تحكوا بالحديقة؟ لأني أنا شفتكن، يعني شوي تاني كنتوا رح تبوسوا بعضكن. عن جد عيب عليكي، ما بيصير تعملي هيك شي. بتذكر وقت كانت صغيرة كانت تقول بدي اتزوجه لبالي بيك؟ صحيح. غيرتي على بالي بيك؟ لا مالي غيرانة، بس شفتن. بس الحق معك تغاري عليه لأنه شاب كتير وسيم. بس لازم هو كمان يغار علي. سامعين هالبنت؟ عم تحكي ومو هامة شي. بس والله ما كذبت عليكن، انتو ليش ما عم بتصدقوني؟ أنا شفتن بعيوني. سمعتي؟ مشكلتك مانا سهلة يا بيك، ما فيني أقول غير الله يحمل معك. أنا ليش هيك عم بيصير معي يا نصوح؟ عم أفقد يلي بحبهم. دستور جلالة السلطان سليمان. ليكن إجوا، أصحك يطلع من تمك شي كلمة هيك ولا هيك؟ أها، ليش في بالعادة روح أحكي بأسرارك الخاصة بالي بيك؟ هي هديتك يا إبراهيم؟ هي هديتي المتواضعة لجلالتكم يا مولاي، وبتأمل إن تنال إعجابكم. بعد ما رجع إبراهيم باشا على الديوان طالع قرار فوراً وألغى كل مخصصاتكن. كيف هيك؟ وليش هيك عمل؟ بصير المسلم يعامل أخوه بهالطريقة؟ لا ما بيصير. بس لا تنسى إبراهيم ما أنه مسلم ولا رح يصير مسلم بحياته، لأنه هالشي مستحيل. إبراهيم باشا رح يبقى واحد من المسيحيين، ومشان هيك ما بيصير يستلم هالمنصب الكبير بالدولة. وكرمال هيك لا توافقوا انه يلغي لكم مخصصاتكم ابدا. كلامكم مظبوط، هذا
هذا واحد كافر وزنديق. هلأ إجا الوقت يلي لازم تخلصوا فيه من هذا الكافر والزنديق. مولاي ليكون ما عجبك. معمون أغلو، أنت ونصوح شو رأيكم؟ والله كتير عجبني. طالع تمثال عظيم. طيب، وأنا عجبني مثلهم. فيك تصرف له مكافأة لأنطوان. أنا كتير مبسوط لأنه هديتي عجبت جلالتك، وهلأ وين حابب إنه ننصب التمثال؟ نصبه جنب التماثيل الثانية يلي بحديقة قصرك. أمرك مولاي السلطان. نهد دوران، شبكي أنت اليوم وضعك مو عاجبني. عم فكر بمصطفى يا سلطانة، وكتير خايفة عليه من الناس اللي قلبهم مليان بالكره وما بيريدوا له الخير. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ خوفي من الشي اللي بده يصير معه بعدين. انت شو رأيك؟ أنا ما بعرف شو قصدك، ولا بعرف عن شو عم تحكي ناهي الدوران. أنا واثقة أنك بتعرفي منيح شو بقصد. أنت على طول بتتهميني بس ما عندك ولا دليل. هالحكي كذب بكذب. كل اللي قاعدين هون بيعرفوك يا هيام، وبيعرفوا عمايلك الوسخة. بتعرفي؟ الكل هون بيكرهوكي. نهي الدوران بكفي حاجة. سلطانة هيام، سلطانة ممكن أعرف ليش السلطانة هيام كتير معصبة؟ ليش عم ترفعي صوتك؟ خير شو اللي بدك يا من أمي؟ شو ساوت لك لحتى تعمليها هيك؟ شو بدك؟ قولي. بسببك على طول عم شوفها عم تبكي. شو المبرر لهالتصرفات؟ يعني ناوية تموتيها؟ مصطفى، شو رأيك ما تتدخل بيني لا وبينها؟ بدي اتدخل. ما بدي اياكي تقربي من أمي، لأنه ساعتها أنا اللي رح وقف بوشك. مين أنت لتحاكيني بهالأسلوب؟ أنا الأمير مصطفى، ورئيس الدولة العثمانية وابنه المفضل. ويا ريت هالشي ما تنسيه، خليه ببالك على طول. هلأ صار فيكي تروحي، وما بدي اياكي تقربي من أمي مرة تانية.
مريم تعي. اليوم لازم تخلصوا من هاي البنت، صار وجودها هون عم بيوترني كتير. أمرك يا سلطانة. أي بك حاكيني بكل صراحة، أنت شو بدك من بالي بك؟ من مين؟ أنا شفتكن سوا، بقى قوليلي أنتي شو بدك من بالي بك؟ وشو رح يكون بدي منه يعني؟ أكيد ولا شي. طيب بكرة بنشوف إذا الشي اللي عم بتقوليه مزبوط ولا لا. شو هالأصوات؟ رح أطلع لأشوف. خير إن شاء الله. هنا هنا يا لورا يا عامل الوزير يا سلطان الله يا سلطان الله يا سلطان الله يا سلطان الله يا وزير يا روح لعندهم وشوف لي شو هي مشكلتهم. إبراهيم هدول لإمتى رح يضلوا واقفين هون؟ أنا خايفة على أولادنا. لا تخافي سلطان. مولاي هويام شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ ولا شي، بلا ما اوجع لك راسك مولاي بهمومي. قلي لي مين اللي زعلك؟ مصطفى. نورة خانم لوين رايحة؟ رايحة على الصالة. تعالي معي. بس أنا لازم روح على الصالة. تعي معي. شبكي لا تخافي. قام الأمير مصطفى رفع صوته علي وحكى بطريقة مو منيحة قدام الموجودين. وقتها أنا حبيت الأرض تنشق وتبلعني. حراس
يأمرني مولاي. خلي مصطفى يجي لعندي فورا. مولاي. لو سمحت أنا ما بدي يكون السبب بأي مشكلة أو خلاف بينك وبين الأمير. نحن ليش إجينا لهون؟ هلأ بتعرفي ليش. أهلين وسهلين نورة خانم. فوتي. تركيني. هدول بدهم يحكوا معك يا باشا وكتير مصرين على هذا الشيء. إبراهيم خليك معي. لا تخاف يا سلطان. بدي أشوف شو بده. فهموني بالضبط شو مشكلتكن. بدنا حقنا يا باشا. مين انت؟ مو مهم مين انا يا باشا. انا واحد من هالمعترين بتكية ونحنا جايين مشان نفهم شغلة واحدة. ليش لغيتوا مخصصاتنا؟ ليش هيك عم تعاملونا يا باشا؟ كان فيكن تستفسروا عن الموضوع بدون ما تعملوا هالضجة الكبيرة. وما دام اجيتوا رح وضح السبب يلي خلاني عدل مخصصاتكن. أصلاً القرار كان غلط وهالغلط أنا صححته. أنتوا عم تاخدوا مثلكن مثل التكيات التانية والزيادة يلي صارت غلط ومو من حقكن. وهذا السبب يلي خلاني عدل مخصصاتكن. ونحن مستحيل نقبل بهالحكي. يا رح ترجعونا مخصصاتنا أو رح نهد القصر على روسكن. انت كيف بتحاكيني بهالوقاحة؟ انا صاحب حق وماني وقح. ولا اصنامك ما عم تخليك تميز منيح. خلاص مولاي، إجا جناب الأمير مصطفى. خليه يجي. مولاي، قرب لعندي مصطفى. ممكن تحكي لي بالتفصيل شو صاير بينك وبين السلطانة؟ أمرك مولاي.
تفضل احكي لي شو صاير بالضبط. يلي صار يا مولاي انه السلطانة هيام كانت عم تصرخ بوش السلطانة ناهد دوران، وهالشي وترني كتير، ويمكن يا مولاي صوتي علي عليها شوي. سلطانة، لا تكوني مفكرة الشي اللي ساويتيه رح مرق لك اياه. هون يا حلوة كل شيء له تمام. هذا كل شيء صار بيني وبين السلطانة هيام، وإذا كان في أي شيء زيادة أو حتى غلط فالسلطانة هيام موجودة، فيك تتأكد منها. ما له لزوم، هي كمان حكت نفس الشيء. والشي اللي تبين لي وبدون أي شك أنت الغلطانة يا هيام. وهلأ المفروض أنك تعتذري، لازم تعتذري من الأمير مصطفى. مولاي صدقني لو أنا الغلطانة بحقه كنت اعتذرت وبدون تردد، بس أنا متأكدة إنه مو أنا الغلطانة. هيام، صدقيني إذا اعتذرتي من الأمير مصطفى فهذا الشيء ما رح يقلل من قيمتك ومكانتك، بالعكس رح تكبري بنظري، لأنه الاعتراف بالخطأ مو عيب أبداً. وبالنسبة لابني وريث العرش هو أغلى شيء عندي بهالدنيا، وما في حدا بهالقصر بغلاوته وأهميته. لا ناهد دوران ولا ست الكل ولا أنتي. لهيك لازم تعتذري.